الإنسان لو انقاد ورا الشهوات الحسية الملموسة من أكل وشرب ولذة جنسية وكل الحاجات الاستهلاكية دي، بيبقى أشبه بالحيوان لو هو حياته كده بس، لو هو عايش علشان كده بس. لكن الإنسان لما يبتدي ينقاد ورا الشهوات النفسية من عجب ولذة بأنه يشعر أنه أحسن من الآخرين وتكبر على الآخرين وغيره، بيبقى أشبه بالشيطان. وهنا إبليس بيبتدي يستنسخ نفسه، بيبتدي يوسوس للي معاه وهو وأعوانه، يوسوسوا لأكبر قدر من بني آدم إن هم يبقوا نفسيات شيطانية. ويا سلام لو عرف يحقق النفسية الشيطانية والمعادلة الحساسة دي مع إنسان متدين تدين ظاهري أصلا تدينه مظهر من غير جوهر، ويبتدي شوية شوية يقول له أنت كده أحسن من غيرك، أنت جبت التايهة، أنت عملت اللي محدش قادر يعمله. ولو وجد الإنسان ده أصلاً بينه وبين نفسه متواضع فعلاً بجد، حاسس أنه أقل من غيره، يلفت نظره للتواضع يقول أنت مش واخد بالك أنت متواضع إزاي، مش شايف ألا ترى تواضعك، انظر معي كده. فالإنسان إيه ده، تصدق ده أنا فعلاً متواضع. وزي ما أحد علماء التزكية كان قال من أثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبر حقاً. اللي أقر لنفسه أنه هو متواضع اعتبر أنه هو كان عالي ونزل، أنه تواضع، يبقى هو شايف نفسه عالي، يبقى باظت. فعنده طرق كتيرة جدا أنه يصل بالإنسان اللي عنده تدين ظاهري بس، تدين رد الفعل، إلى التكبر، إلى أنه الدين وتدينه يبقى سبب لتكبره على الآخرين. وبكده بيقفل على الإنسان فكرة التأمل في الذات، التأمل في نفسه، أنه يبص على نفسه بصت هو عيوبي إيه، محتاج أغير في نفسي إيه؟ لا خلاص، نفسي دي تمام. وعلشان كده اللي ما انشغلش بعيوب نفسه هينشغل بعيوب الآخرين. عشان كده اللي تدينه ظاهري واللي بدأ يتكبر بالدين عينه دايماً بص على الآخرين عيوبهم فين، إزاي هم مش متبحرين في الدين زيه. هو مش متبحر ولا حاجة، هو شيخ جوجل أخره يعني، لكن هو فاكر نفسه متبحر. شوف هو مش متبحر زي إزاي، يبتدي يكلم الناس وكأنه كلهم ضالين محتاجين هداية، وإن هو خلاص وجد هذه الهداية. يبتدي كده بالبلدي نفس بالدين. ما كنا قاعدين هادين في امان الله، لازم يعني مزمار الشيطان ده يلعب. ايه مزمار الشيطان ده؟ الاغاني يا سيدي. يا سعيد يا شيخ صالح. ايه يا ريس، انت مش شايفنا قاعدين ولا ايه؟ وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ايه بس؟ انت عارف ان المزيكا والاغاني حرام، استنى لما نمشي وبعدين شغلها زي ما انت عايز. لا اهدى بس وخد نفسك، المزيكا فيها خلاف عليها، مش حرام وش يعني. خلاف؟ ربنا يهديك. ودي انهي فيهم؟ انهي فيهم يعني ايه؟ يعني في ربنا يهديك، ربنا يوفقك للخير، في ربنا يهديك على اساس ان انا حمار، دي انهي فيهم؟ يا ابني انت هتقولنا لما قلناهوش، انت بتقولوا عليها خلاف، الراجل قال لك ربنا يهديك، فين المشكله؟ بالظبط، يعني انا بخرف وبهجس. يا سيدي لا بتخرف ولا بتهجس، بس بتهيألي يعني كل واحد فينا له حتته. يعني لما نتكلم عن البيض والبسطرمه نوسع لك احنا السكه ونسمع لك ونضرب لك تعظيم سلام كمان يا سيدي، لكن لما نتكلم في الدين توسع انت وتركن على الشمال وتسمع برضه. على اساس انكم مسلمين بقى وانا بوزي وبعبد الافيال. يا عم بوزي ايه وافيال ايه بس؟ الراجل قصده ينصحك. يا اخي انا مش عارف انت ليه دايما واخد كلامنا بعدائيه وتحفز كده، رغم ان انا والله بكلمك بكل حب وهدوء. بص يا شيخ عصام، انا ما بفهمش بقى في الحب والموده والكلام ده. الاستاذ مصطفى قال لي شغل مزيكا، لو عايز تغير كلام استاذ مصطفى روح قول له. طب ما كنت قلت الكلمتين دول من الاول، بدل ما انت عمال تجادلني في الدين من الصبح، ولا انت تلاقيك حافظ الفاتحه حتى. يلا بينا يا رجاله من هنا. ماشي. ما تحصلش ايه؟ ادم يا عصام. انا فاكره امك كلمتني ادم. يا ادم. طب حاسب انا يا ادم. ماشي. رشا جالها عريس. خلاص ربنا يبارك لها. يا ادم انتوا الاثنين لسه بتحبوا بعض، مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. انت بتقولي جالها عريس تاني بقى؟ ايوه، بس في فرصه ان انتوا ترجعوا لبعض. انت غلطت ان انت سبتها، وهي كمان ممكن تسامحك. الموضوع خلاص خلص يا اميره. خلص ايه؟ هي لسه بتحبك، انا عارفه ده. يعني هي قالت لك ان انا لو رجعت كلمتها تاني هتوافق؟ لا ما قالتليش يا سيدي، بس انا عارفه ان هي بتحبك زي ما عارفه ان انت بتحبها بالظبط. المعجب بنفسه بسبب تدينه أو ما يظنه تديناً في نفسه، بيبقى وصوله على قعدة أو لمة أو شلة بتبقى حاجة صعبة، لأنه بيجي معاه شعور بتأنيب ضمير.
كلنا بنحس كده الضمير وصل، اللي هيقعد يطلع لنا عيوبنا، اللي حاسس نفسه وكيل ربنا على الارض، فلما بيجي يقعد المفروض كل حاجه تنضف وتتظبط. مش انا جيت ولا ايه؟ مش انا موجود هنا؟ وكانه بيقول مش الدين موجود هنا؟ شويه شويه وكان الشيطان عايزه يقول مش ربنا موجود هنا؟ وكانه بدا يفتكر نفسه هو ربنا، لان المتكبر بالدين بيبتدي يتخذ الهه هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا؟ يا سلام لو الصفة المضادة للدين دي التكبر جت في شكل التدين. يا سلام قد ايه بيبقى ابليس واعوانه بجد بقى، لو يقدر نقول يعني بيحطوا رجل على رجل بقى ساعتها. كمل انت يا ريس، ربنا يخليك، الشغل كده ماشي كويس جدا جدا. وطبعا عداد عمال يعد بقى الناس اللي عماله تنفر عن الدين، والمتكبر بالدين بيجمع بقى كل الاخطاء السابقه في التدين الغلط، من انه بينكر امور مختلف فيها، بيضيق الدين، بيعرضه على انه مش عالمي، بيعرضه على انه محلي، من انه هو طبعا اصلا جعل من نفسه مرجع، والشويه اللي هو بيعتبرهم مراجع واخدين الدين من غير علم، لانه لو كان عندهم الف ب تزكيه للنفس انه يا ابني شوف نفسك اقل من الاخرين، شوف عيوبك، ما تنشغلش بالاخرين، احسن الظن بالناس، ما تعرفش ظروفهم ايه، خليك جوه نفسك. اللي ما بيزكيش نفسه وبياخد العلم من غير اهله بيبتدي نفسه تكبر تكبر تكبر، فتشابه نفسية إبليس، ويبتدي يتملي قلبه بأمراض القلوب المختلفة اللي هي الشيطانية من العجب والتكبر والأنا. قال أنا خير منه، شايف نفسه أحسن. يحب قوي إبليس لما إنسان يحس جواه أنا خير منه بسبب تديني، ويحب قوي قوي لو بدأ الإنسان المتكبر بالدين ده يجرح الآخرين، فالناس يحسوا أنه الدين جرحهم، فتخرج عليهم ظلمات القلوب اللي مش متطهرة والتكبر وكده، بدل ما يخرج عليهم نور الدين وتواضعه، فما يحصلش عملية هداية أبدا، ويبقى شكلهم متدينين ومسكين بالمظاهر. وده بيبقى واحد عمل من نفسه وكيل رسمي للشيطان على الأرض وهو لا يدري. افتكر دايما الأبيات الشعر كان بيقول فيها الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ مش كنت انت اولى تعلم نفسك الكلمتين دول؟ ابدا بنفسك فانهها عن غيها، ابدا بنفسك وانهها عن الغي والباطل اللي بتعمله غيره، فان انتهت عنه فانت حكيم. لو فعلا بطلت تعمل الحاجات دي انت كده حكيم. اتحقق الاول بالكلام ده وبنشوف هتعمل ايه مع الاخرين. مش فاهم حضرتك فين يا ابني؟ المفروض انها تبقى هنا. ثواني اكلمها اشوف هي فين. ايوه يا اميره انت فين؟ طب يلا بسرعه تعلمنا غرفه التنفيذ، في اوامر شارع عايزين ننفذها بسرعه. يلا سلام. مالك يا ريس؟ مفيش. قول لي بس ايه اللي مضايقك؟ مالي يعني يا عصام؟ انا كويس مفيش حاجه. يا راجل انسى بقى، كنت فاكر اني نسيت، بس عرفت الخبر كده يعني لخبط عندي كل حاجة. والله تلاقي ربنا كتب لك واحدة أحسن منها زينا كده، ملتزمة لابسة خمار أو نقاب. أنا مش فاهم يا آدم أنت مفرهد نفسك ليه؟ أنا بقول يعني يا شيخ عصام لو بيحب رشا يقعدوا مع بعض ويتفاهموا ويلحق يخطبها قبل ما حد تاني يخطبها وتبقى خلصت. يا حد مفيش خلاف على إن الحب ده شيء جميل، والأستاذة رشا إنسانة كويسة ما قلناش حاجة، لكن لو هنعقد مقارنة بينها وبين أي أخت ملتزمة المقارنة محسومة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مين بقى اللي أدنى ومين اللي خير إن شاء الله؟ وش عرفك أنت؟ ممكن يكون اللي أنت شايفه أدنى ده عند ربنا أعلى بكتير من اللي أنت شايفه خير. وأنت مين أساساً عشان تحكم على الناس؟ رأي الدين في الموضوع قلته لك، وأنت حر. كل على الله. بص يا عم آدم، رشا دي إنسانة هايلة ومفيش زيها، ولو ضاعت من إيدك مش هتلاقي زيها لا أخت ولا أخ. معلش يا جماعة أنا هاخد منكم الورق وبعدين أميرة هتيجي. حلو، اتفضل يا باشا بعد اذنكم. رشا انا كنت عايز اتكلم معاكي. اتفضل. انا عرفت ان في حد متقدم لك، عرفت كمان انك محتاره ومش عارفه توصل للقرار. على فكره انت عاملها من ساعه ما سبنا بعض، فكرت يعني انه لو حسني من نفسك شويه ممكن نرجع لبعض. احسن من نفسي ازاي يعني؟
يعني تعدلي من نفسك شويه. ايوه يعني اعمل ايه؟ اربي دقني زيك كده؟ اكيد مش تربي دقنك. البنات عندها 100 طريقه تانية عشان تتغير. واتغير بقى عشان استهلك؟ لا، تتغير عشان ربنا. علاقتي بربنا دي حاجه تخصني، وانا مش هعمل اي حاجه عشان ارضي حضرتك. وافتكر بقى ان زعل ربنا اهم من زعلك ولا ايه؟ لما يبقى جوزك هيبقى زعلي هو زعل ربنا. تصدق اسلوبك ده اللي خلاني ما ترددش لحظه واقبل بالعريس اللي جايلي؟ لو كنت بقيتي معايا كنت هتبقى في حته احسن قوي عند ربنا. ده انت واضح ان انت علاقتك بربنا هايله. الحمد لله. مش انا عرفت مين اللي كان بيلعب في حسابات العملاء؟ عرفتيه؟ هو مين؟ مشكلتك يا ادم انك فاكر نفسك اذكى واحد في الدنيا، وكل الناس اللي حواليك اغبياء. لا ويا عيني قعدت معايا وقعدت تدور وتعبت نفسك. انت قصدك ايه؟ مش فاهم. قصدي ان كل اللي حصل ده كان منك انت وكمان. لا بس بصراحه كنتوا هايلين. على فكره انا بطلت الموضوع من زمان جدا. بذمتك انت مصدق نفسك؟ انا ما عملتش كده غير هو شهر واحد اصلا. هو انت خطبتني بقى عشان العملة بتوعي يبقوا تحت ايديك؟ لا، انا ضربت في حسابات العملة عشان اقدر اخطبك. ازاي يعني؟ ليه؟ وانت بتراجع الحسابات لقيتي اسم اي حد من العملة بتوعك؟ مركزتش. لا افتكري، فاكرة اليوم اللي خديت تمضي على امر تنفيذ وفي الاخر قطعته؟ فاكرة ساعتها قلت لك ان الامر ده ما اتنفذش ومش هيتم تنفيذه اصلا. عارفة عملت كده ليه؟ ليه؟ عشان خفت عليكي. انا كان قدامي اختيار من الاثنين، يا اما تيجي معايا في السكه ديت، يا اما اقدر اجمع فلوس عشان اعرف اتجوزك. طبعا كانش ينفع اضحي بيكي، كانش ينفع اجيبك معايا في السكه دي خالص. على فكره يا رشا، أنا اتغيرت كتير أوي، مبقتش نفس الشخص. أنا ربنا بقى يحبني أوي، بقيت في حتة أحسن كتير. أنت فعلاً اتغيرت، بس أنا مش عارفة للأحسن ولا للأوحش. في إيه؟ أنت كنت عارفة إن رشا عرفت موضوع المضاربة بفلوس العملاء؟ آه. عشان كده بقى كنت عايزاني ارجع لها عشان تطمني، مش هقول لاستاذ مصطفى وجوزك يبقى في امان. ايه ايه ده، انا مش وحشه قوي كده؟ محدش بيشوف عيوبه مع انها كتير قوي. قد ايه الانسان اللي بيبقى واخد مظاهر الدين لكن قلبه مش متطهر وجواه كبر وبيتكبر على الناس بالدين، قد ايه بيصد الناس عن سبيل الله. فكرني بآية سورة النحل: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قد ايه بينفر الناس عن الدين، وقد ايه هو بيبقى محروم من حقيقه لذه التدين. واحيانا ده بيبقى سبب كبره على الاخرين، ان هو سايب محرمات وفي نفس الوقت ما زكاش نفسه، فمن جوه مش متطهر ولا مرتقي فمخنوق، فبيطلع خنقته على الاخرين دايما على انه انا جيت اهو يلا بقى ظبطوا نفسيكوا، وهو نفسه عاده بيتحرق بعد شويه ما بيعرفش يستحمل الخنقه دي. لكن المحزن أكتر إن إحنا في زمن بسبب وجود الماس ميديا والإعلام الجماعي العالمي دلوقتي بقت النماذج دي بيتسلط عليها الضوء وبتنتشر وبتبقى نماذج عالمية قدام كل الناس في الأرض، وبسببها بيساء إلى سمعة الأديان. لأنه أصلاً فكرة التكبر بالدين بتعمل مشكلة ما بين أهل الأديان مع بعض وكمان جوه الدين الواحد. تلاقي الإنسان بيتكبر على متدين آخر لأنه مش متدين بطريقته بالظبط، وكل ده عمال يفرق البشرية. يفرق البشرية جوه نفس الأمة ونفس الشعب، ويفرق الشعوب عن بعض، وتبدأ البشرية شوية شوية تبعد عن الدين. ربنا عايز إنه الإنسان ما يشوفش نفسه أصلاً، ما يشوفش غير ربه، يبقى حد طاهر كده تزكى عالي جداً جداً جداً. إبليس عايز من الإنسان إنه ما يشوفش غير نفسه، يا ريت يشوفها خارج عالم التدين أصلاً ويبقى معجب بنفسه كده بصراحة وقدام الآخرين، ونماذج دي موجودة على الأرض، أو لو ما نجحش معاه هنا ياخده إلى طريق التدين البديل، الخطة البديلة بتاعت إبليس. شوف نفسك قوي، شوف أنت قد إيه كويس،
قد ايه انت متواضع. شوف نفسك برضه ولكن باسم الدين. النتيجه انه الانسان شايف نفسه، والنفس اكبر حجاب للانسان عن ربنا، والمتدين المتكبر اكبر حجاب للبشريه عن ربنا.